المرأة تقول عادة عندها أولاد يؤذونها وهم في سن المراهقة، فتدعو على أحدهم ولكنها تتراجع. فضيلة الشيخ، هل يستجاب مثل هذا الدعاء مع أنه من غير قصد؟ إذا كان عن غضب شديد فإنه لا عبرة به ولا يستجاب إن شاء الله، وأما إذا كان مع غير الغضب تدعو وهي في إدراكها وفي استطاعتها أن تمنع هذا، فهذا لا يجوز لها أن تدعو على أولادها، فتستجاب دعوتها عليهم أو تصادف وقت إجابة فيستجاب، فتحذر من هذا. نعم.